السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد على قناتكم رفيق تي في. أكدت مصادر مطلعة يوم الثلاثاء 30 مارس خبر منع مصطفى البكوري من مغادرة التراب الوطني بمطار محمد الخامس الدولي يوم الاثنين 29 مارس 2021. يأتي هذا المنع من مغادرة التراب الوطني بحسب ذات المصدر في إطار تحقيق يتعلق بتدبير شركة ماجن وهي الوكالة المغربية للطاقة المستدامة التي أحدثت عام 2009 والتي يرأس مجلس إدارتها. ووفق المصدر ذاته فسيركز التحقيق على الإدارة السيئة لهذه المؤسسة التابعة للدولة. وقبل 6 أشهر أي في 22 أكتوبر 2020 رأس الملك محمد السادس جلسة عمل مخصصة لتتبع مشاريع الطاقة المتجددة في المغرب، وأعلن الملك خلال هذا الاجتماع أن عدد من التأخرات في تنفيذ هذا المشروع الضخم لفت الانتباه إلى ضرورة استكمال هذا المشروع الاستراتيجي في الوقت المحدد وفي ظل أفضل الظروف من خلال العمل بكل الصرامة المطلوبة وفق ما ذكره بلاغ صحافي صادر عن الديوان الملكي بهذه المناسبة. وفق ما أورده المصدر ده سوف أن الرئيس المدير العام لم يشاهد في مقر شركة مازن منذ عدة أسابيع، ظل في منزله منذ شهر نوفمبر ولم يشارك إلا في عدد قليل من الأنشطة المتعلقة بالمجلس الجهوي الدار البيضاء ستاتس الذي يترأس منذ عام 2015 باسم حزب الأصالة والمعاصرة